سنة 1904 فريتز هابر، عالم عنده 36 سنة شغال في جامعة كارلسرو. هابر فضل شغال على غرفة الضغط لحد سنة 1909. غرفة الضغط بقت جاهزة، معنا العامل الحفاز، يلا نبدأ التجربة. هابر في غرفة الضغط حط النيتروجين والهيدروجين ورفع الضغط ل 200 ودرجة الحرارة ل 500، وحط معاهم العامل الحفاز الأوزميوم. هوبا، الروابط اتفكت واتفاعل النيتروجين مع الهيدروجين، والأول مرة تم إنتاج مليمتر من الأمونيا. لو أنت كلية علوم فأنت دلوقتي حالا شميت ريحة الأمونيا في مناخيرك. وبكده قدر هابر إن هو ينتج سمات صناعي يغذي التربة بالنيتروجين اللي هي محتاجاه. وفي خلال 4 سنين قدر يفتح مصنع بينتج 5 طن أمونيا كل يوم. المزارعين بقوا يزرعوا 4 أضعاف كمية المحصول، عدد السكان زاد 4 أضعاف. أقولك على حاجة، 50% من النيتروجين الموجود في جسم أي حد على الكوكب بفضل العالم الطيوبة ده.